من النادي المنصوره صح كده؟ صح لكهرباء طلخه للنادي الاهلي و17 سنه داخل جدران النادي الاهلي. المشوار برضو هسالك نفس السؤال، ليه وانت في استاد المنصوره اكيد الموضوع مختلف، كره طبعًا. قدم كره طبعًا. قدم كره، بتعرف تلعب كره؟ انا اصلا ابتديت كوره. ابتديت كوره؟ اي كوره كويس يعني؟ اه طب ماشي خلاص، دخلنا في تنس طاوله، رحت تنس طاوله ليه؟ والدتي برضو نفس الكلام. والدي طبعا اخواتي هم حبوا ان انا كنت على طول بلعب كوره، بس على طول كنت ارجع متعور، فحبوا ان انا العب لعبه تانية. فعلا دي حقيقه. عارف بضحك ليه؟ اصل انا وانا صغير برضو كنت برجع متعور على طول في ايدك وفي رجلك. لازم لازم فلازم يعني. فاحنا زمان بيبقى كان الاول الترابيزات كانت منتشره في الشوارع اكتر، تنس الطاوله كانت منتشره اكتر، فوالدتي ووالدي واخواتي حبوا ان انا العب اللعبه دي. بعد كده هم ودوني استاد المنصوره، بعد كده رحت نادي كهرباء طلخه، بعد كده بقى الخطوه بقى الاهم في حياتي النادي الاهلي. انتقلت للنادي الاهلي ازاي؟ انتقلت وانا في سن 15 سنه، كان نادي كهرباء طلخه في الوقت ده كان لغى النشاط بالصدفه، فكان كابتن امجد سليمان يعني ليه فضل عليا كبير جدا، هو اللي خلانا انتقل للنادي الاهلي. ودي بقى الخطوه الاكبر في حياتي، دي اللي خلتني بقى نقلتني نقله مهمه جدا وكبيره. وطبعا لولا النادي الاهلي ما كنتش زمان اكيد لعبت في منتخب مصر، وما كنتش زماني قاعد قدام حضرتك دلوقتي. اكيد نجومنا الكبار بينورونا وبيرفعوا اسم النادي الاهلي ومصر عالي. خلينا نخرج لفاصل عشان نكمل الاحداث معاهم، لان في اسئله كتيره عندنا